مشو اهلا بيكم مرتعكم السبيت واهلا بيكم في قناتكم فيديو جديد في حلقه شايف في سلسلتنا في جلد البساط في تراري على الماستر مود. وعارف يا شباب اني اخرت عليكم كتير في موضوع السلسله دي، انا بعتذر تاني، لكن انا عندي مليون سلسله على القناه فبحاول اوفق بينهم على قد ما اقدر. خلال الحلقتين اللي فاتت شباب احنا بدانا في موضوع الايفنتات، سواء ايفنت التنين او حتى ايفنت الهالوين، والنهارده شباب هنكون بنكمل موضوع الايفنتات بالاضافه الحلقه الجايه. وحلقه النهارده هنكون بنروح لايفنت الفروست مون او مع صح ايفنت كريسماس، وان شاء الله الحلقه الجايه نكون بنروح للمارتن مادنس ايفنت. والناس برضه بتسالني ليه مستر بيت حبيت تكون بتعمل موضوع الايفنتات ده في سلسله جلد البساط في تراريا. ان تكون بساط شباب الايفنتات دي هتكون مصدر مهم جدا ليك، انك تكون بتجيب اسلحه وارمر واكسر مهمين جدا للاند جيم وبالاخص الجلدمون لورد. فمبدئيا شباب لازم اول حاجه تكونوا عارفين ان ايفنت كريسماس ده مش بنفس صوره ايفنت الهالوين. ايفنت كريسماس بيعتبر صعب شويه عن ايفنت الهالوين، فانا بنصحكم انك تكونوا على الاقل غالبين الدوك في شون وحتى الجولم، لان لو تفتكروا في ايفنت الهالوين احنا حاربناه بكل الارمر والاكسر اللي ممكن تجيبها على طول بعد ابلانتيرا فقط. لكن المره دي هنكون بنطور نفسنا ونكون عملنا حسابنا ان احنا نكون نغلب الجولم وحتى الدوك في الشرون، عشان الاسلحه بتاعتهم هتكون اساسيه لينا يا شباب. ومقدمه سريعه برضو عن الايفنت ده شباب، هو عباره عن ايفنت بيبتدي يتفتح لك بعد على طول ما تكون بتغلب بلانتيرا وتكون بتراز بين الموبات الجديده اللي موجوده في الدنجن، وتكون بتجيب منها الاكتوبلازم وتكون بتعمل ايتم اللي هتكون بتراز من الايفنت ده اللي هو النوتي بريزن، وتبتدي تحارب الايفنت ده بالليل. ودلوقتي شباب نكون بنيجي على ويكيبيديا عشان نشوف ايه الحاجات اللي محتاجين نكون نعرفها خلال المعلومات الموجوده هنا. اول حاجه ان الفروست مود عباره عن هارد مود ايفنت بعد بلانتيرا، وبنسميه حتى الكريسماس ايفنت، بتراسبينه عن طريق استخدام النوتي بريزنت بالليل وبينتهي 4:30 الفجر. بالرغم من اسم ان هو ايفنت تبع كريسماس، بس ممكن تكون بتراسبينه في اي وقت من السنه. الايفنت ده بيقول لك ان هو اصعب وفي موبات اصعب عن البامكن مون، اللي بيتكون من ويفز اكتر وفي بوسات اكتر، والايفنت كله عباره عن 20 ويف. لكن عشان تكون بتاخد الاتشيفمنت ونكون عملنا حسابنا ان احنا نغلب الايفنت ده، محتاجين نكون بنوصل لحد الويف 15. لو وصلت لحد ويف 20 فبكل بساطه بعد الويف 20 بيبتدي يحسب لك بوينتات، فالبوينتات دي بتتحسب يا شباب بناء لو انت كنت على الاكسبرت او حتى كنت على الماستر. لو انت على الكلاسيك فالبوينتات بتاخدها زي ما هي، لو انت على الاكسبرت فالبوينتات بتضرب في 2، لو انت على الماستر فالبوينتات بتضرب في 2.5. الايفنت بيخلص 4:30 الفجر، وهدف الايفنت ده انك بتخلص ال 20 ويف قبل ما النهار يطلع، بالرغم من الاتشيفمنت لحد ويف 15 بس. ده شباب اللي احنا هنكون بنحاول نوصل له ويف 15. واول بص عندنا يا شباب بالنسبه للايفنت ده هو اسمه الايفر سكريم. على الكلاسيك دمه 13000 والدمج بتاعه 110 86 114 و80 على حسب نوع الضربه. الديفنس بتاعه 38، مش بيتاثر من البويزن، الفروست بيرن، الكونفيوجن، الفروست بايت والتشيمرنج، فافضل حاجه يكون بنستعملها ضده هو الايك. ودي شباب دروباته على الكلاس. بالنسبه للاكسبرت دمه بيطلع لحد 16900، الدمج بتاعه بيتضاعف 165 172 228 و160، الديفنس زي ما هو والاميون زي ما هو. ودي شباب كل دروباته على الاكسبرت. وطبيعي اللي يهمنا هو الريزر باين، ده سلاح ممتاز بالنسبه للكلاس الميج، وبالاضافه طبعا الاجنحه. اما على الماستر يا شباب الدمج بتاعه بيوصل لحد 21547، الدمج بتاعه بيطلع 247 258 342 و240. ودي يا شباب كل دروباته على الماستر بالاضافه للاثنين دول، اول حاجه البيت ايتم اشرب ستار بالاضافه للريليك. وبالنسبه للتاني بوس هو السانتا ان كي 1. على الكلاسيك الدمج بتاعه بيوصل لحد 120 72 160 84 و100 على حسب طبعا نوع الضربه. الدمج بتاعه بيوصل لحد 18000، الديفنس بتاعه ما شاء الله 56. ودي يا شباب دروباته على الكلاسيك. طبيعي الاثنين دول مهمين جدا، الالف ملتر بالاضافه للتشين جان، ده سلاح ممتاز وده برضه سلاح ممتاز. على الاكسبرت الدمج بتاعه بيطلع لحد 23400، الدمج بتاعه 180 144 320 168 و200. طبيعي هو مش بيتاثر بالفروست بيرن ولا حتى الكونفيوجن ولا البويزن ولا حتى الفروست بايت. وده يا شباب دروباته على الاكس. اما على الماستر الدمج بتاعه بيطلع لحد 29835 والدمج 270 216 480 252 و300. وده يا شباب كل دروباته على الماستر بالاضافه للبيت بتاعه والريليك. واخر بص عندنا يا شباب اللي هي الايس كوين، دمها لوحده 34000 على الكلاسيك، الدمج بيوصل لحد 120 110 84 و74، الديفنس بتاعها 38 ومش بتتاثر بالفروست بيرن ولا حتى الكونفيوجن ولا حتى البويزن ولا حتى الفروست بايت. ولكن هي بتسبب لك دي باف زي مثلا للتشيل بتقلل حركتك والفروزن انها توقفك تماما، وطبعا دي بنسبه ودي بنسبه. دي شباب كل دروباتها على الكلاسيك. بالنسبه للاكسبرت الدم بيطلع لحد 44200، الدمج 180 168 و148. دي شباب كل دروباتها على الاكسبرت. على الماستر بقى شباب بيطلع دمها ل 56355 والدمج 270 252 210 الى 222. دي شباب كل دروباتها على الماستر. طبيعي كل دروبات متشابهه في على الاكسبرت والكلاسيك ما عدا الاثنين دول على الماستر مختلفين، الفروزن كراون بالاضافه للايس كوين ريليك. ودي شباب الضربات اللي هتكون بتسبب لك التشيلد او حتى الفروزن. الضربات اللي هتكون بتسبب لك الدي باف اللي هو التشيلد اللي هتكون بتقلل سرعتك هي اول حاجه الفروست ويف والفروست شارد، والمده بتاعت الدي باف دي معتمد اذا كنت انت كلاسيك او اكسبرت او حتى ماستر. الفروست ويف برضو عندها نسبه انها تكون بتديك الفروزن دي باف اللي هي بتوقف حركتك تماما، وطبعا وقتها معتمد على الصعوبه بتاعت العالم
بتاعك. فافضل حاجه شباب الايس كوين ان يكون معاك الورث بوشن او بوشن الدف. واما شباب بالنسبه للدروع الاسلحه اللي هنكون بنحارب بيها الايفنت ده، اول حاجه عندنا كلاس الميلي، ان شاء الله هنكون بنلعب بالبيت الارمر اللي هنكون بنجيبه على طول بعد ما نغلب الجولم. بالنسبه للاسلحه عندنا اول حاجه السكورج اوف ذا كوربتور، عندنا طبعا بليد، وعندنا الفليرون اللي بيعمل الدوك في الشون، وعندك اختيارات اضافيه مثلا زي الديث سيكل او حتى البلاديان هامر. دي ممتازه النوك بتاعها الصراحه قوي جدا، اكستريملي سترونج نوك باك. وبالنسبه للكلاس الميج طبيعي هنكون بنلعب بالسبكتر ارمور. وبالنسبه لاسلحه عندي السبيريت فليم، عندي طبعا الرينبو جان، وعندي الرينبو جان، الواسب جان، والباد سيب. بالاضافه طبعا لي سلاح الدوك في الشون اللي هو الريز بليد تايفون. ده شباب سلاح ممتاز جدا جدا جدا، ده لوحده ممكن تكون بتغلب بيه المون لورد حتى. اما بالنسبه لكلاس السامونر عندنا نوعين من الارمور ممكن نكون بنستعملهم، اول حاجه السبوكي ارمور اللي بنجيبه من ايفنت الهالوين، ثاني حاجه التيكي ارمور اللي بنشتريه من الويتش دوك. بالنسبه لاسلحه عندي اول حاجه المورنينج ستار، عندي الدارك هارفست، عندي فروست اوف ذا هايدرا، وطبعا عندي الدزر تايجر ستاف. بالنسبه لكلاس الرينج نكون بنلعب بشروم مايت ارمور، سواء لو كان هيلمت هيد جير او حتى ماسك. الماسك مختص بالجن اللي هيكون بيضرب طلقات بوليتس، الهيد جير مختص بالقوس اللي هيكون بيضرب اسهم، والهيلمت مختص باي حاجه تاني مش هتضرب طلق او اسهم. وبالنسبه لنا يا شباب اول حاجه تلاحظوها جديده ان ضفت هنا الهارت والستارت ستاتيو، دي لما نكون بنوصلهم بتايمر كده اهو هيكون بيطلعوا لي قلوب وستارز ممكن نكون بنستعملها اثناء الفايت. وتاني حاجه تلاحظوها هي بيرك الهاني اللي انا حاططها هنا، بكل بساطه نكون بنستعمل ماونت جديده اسمها الشريمب ترافل، دي بكل بساطه ما استعملناهاش قبل كده لكن دي بتقع من الدوك في شرون. دي بقى وظيفتها انك لما تكون بتعمل لها اكويب كده اهو هتطلع لك قرش كده جميل جدا. القرش ده بطيء جدا طالما هو مش هيعدي في السوائل، لكن مجرد ما يعدي في السائل شايفين السرعه بتاعته. فدلوقتي لو عرفت انك تكون بتعدي في السوائل ده هيكون اساسا بيديك دامج اعلى وكده سرعه كبيره جدا في التحرك ضد البوصات بتاعت الايفنت ده. لكن شباب قبل ما نكون بنروح نجلد الايفنت ده محتاجين نكون نعرف ازاي اساسا هنكون بنرسبنه. هتكون بتحتاج الكوب ويب او مع صح شبكه العنكبوت اللي بتلاقيه في الكهوف، بالاضافه لاكتوبلازم اللي هيكون بيقع من البوبات اللي موجوده في الدنجن بعد ما تغلب البلانتيرا. هتكون بتيجي عند اللوم وتحول كل 7 كوب ويب لواحده سلك. بالاضافه هتكون بتحتاج 5 سورس اوف فرايت اللي بتكون بتجيبها من السكليتون برايم. بعد كده تكون بتيجي عند الانفل وعن طريق 5 سورس اوف فرايت، 5 اكتوبلازم و20 سلك شير كنت بتعمل النوتي بريزنت تامنز ذا فروست مون ايفنت. واما شباب بالنسبه لكلاس الميلي هكون بلعب اول حاجه بالبيت الارمور، الفيشر وينجز، بريزيرك جلوف مع الفاير جوتلت عشان بيزود لي الفاير سبيد بتاعتي. ممكن كده حضرتك بالاضافه الانخ شيلد، الافنجر امبلم، الدستروير امبلم، والسليستيال شيل. ده يا شباب بيلد كامل للسبيد والدمج. وبالنسبه للسلاح هكون بلعب طبعا بالترابليد مع الفليرون والبلاديان هامر. واول حاجه نشغل التايمر ده هنا كده اهو. وحتى شباب ممكن يكون بنستخدم الميكانيكال جلوف مثلا مكان الافنجر امبلم بحيث ده يكون بيزود لي السبيد بتاعت الاتاك بتاعتي اكتر واكتر، وده هيبقى ممتاز جدا مع الهامر ومع حتى الترابليد. فيلا يا شباب ندوس باف. بص بقى سرعه الترابليد، بص سرعه ضرب الترابليد وين راس من ايفنت. اوكي يا شباب خلصنا ويف 15 ودخلنا حتى في ويف 16، فانا بعتبر لدي نفسي يعني انها فوز. ليه؟ لان احنا مش عايزين نكون بنوصل لويف 20 خالص دلوقتي بالاسلحه بتاعتنا، هو حاجه مش مستحيله الصراحه لكن حاجه مش ضروريه، احنا بس محتاجين نكون بناخد الاتشيفمنت اللي هي لحد ويف 15 بس. واما يا شباب بالنسبه لكريس ميج هنكون بنلعب بيه السبكتر ارمور، وعندنا هنا الماسك والهود. لو عايزين نكون بنهايل هنكون بنبدل كده اهو، عايزين نكون بنعمل دمج هنبدل كده اهو. الاكسسوري فيشر وينجز، سيليستيال شيل طبعا، سورسر امبلم، سيليستيال امبلم، ماجيك كاف، المانا كلوك، وطبعا الدستروير امبلم. بالنسبه لاسلحه عندي ريز بليد تايفون، عندي الرينبو جان، عندي البات سيبتر، وطبعا عندي السبيريت فليم. ما ننساش بس ندوس كليك يمين هنا كده اهو على كريستال بول عشان نزود الدمج بتاعنا. هكون ببدا اول حاجه بالماسك عشان اكون بعمل دمج، بعد كده اكون بحول على طول على الهود عشان اهيل.
وشوف احنا على وشك نكون من الهويف 15 من الايفنت ده. اعتقد ان السلاح ده وراكو الويل يا شباب عن طريق البات سيبتر مع الارمور ده السبكتر ارمور. الصراحه جميل. انا مثلا دمشت على طول اغير للهود اضرب شويه اهيل بعد كده اول ما اهيل ارجع تاني للماس واكون بضربهم وادمجهم. ده يا شباب افضل كومبو شفته للميج في قبل المون لورد الصراحه. فبكل بساطه كلاس الميج نفخ الايفنت ده. واما يا شباب بالنسبه لكلاس السمنر ان شاء الله اكون بلعب بالتيكي ارمور الفيشن وينجز باباريس كراب سيليستيال شيل نيكرومانتك سكرول هيركليز بيتل البيج مينيكليس اضافه للسمنر امبلم. بالنسبه لاسلحه اكون بلعب بالدارك هارفست مع مورنينج ستار الكول ويب الميثيكال ديزرت ستاف والستاف اوف ذا هايدرا. ما ينساش دوس كليك يمين على البيوتشنج تيبل بالاضافه كليك يمين هنا على الوار تيبل. نعمل باف يا شباب عشان نكون بين راس بين التايجر بتاعنا. وحاجه الشباب لما اكون ببدا الايفنت ده بكلاس سمنر انا بدلت فيشر وينجز بالبرزيرك جلاب معايا 20 بترافل ده اقدر اكون بطير بيه عادي جدا بالهاني. ده بكل بساطه هيفيدني في الميلي سبيد بالاضافه يا شباب هنا اضافوا حاجه في التراك دي اسمها الاوتو فاير. دي كانت بتخلي الكرباج بيضرب واحده واحده لكن الاوتو فاير بيخليه بيضرب على طول. لو غير كده برده ده بيخلي الكرباج بيضرب على طول بس ده انا جايبه عشان الميلي سبيد بالاضافه للسايز عشان يكون بيزود لي الرينج بتاع الكرباج بتاعي. ويلا بينا ننزل بس التايجر بتاعنا نحط فورس اوف ذا هايدرا واحده هنا كده وواحده هنا ونبتدي يا شباب. بالنسبه للاستراتيجيه بتاعه اللعبه بكلاس السمنر ابتدي ببدل بين كرباجين كرباج دارك هارفست ده بيديني سبيد ودارك انرجي بالاضافه لمورنينج ستار اللي هو السمن الدمج بتاعه 490. فهنضرب كده شويه يا شباب بحيث ان هو يسرع لي الضربه بتاعتي بعد كده على طول بروح احول لمورنينج ستار بالسرعه اللي انا خدتها من دارك هارفست. فتلاقي البوس بيتجلد حرفيا. بصوا بص ده دم بص دم البوس دم البوس حرفيا بيختفي. واخيرا يا شباب خلصنا الفروست مون بكلاس السامنر كان اصعب واحد حتى الان. واما شباب بكلاس الرينج هكون بلعب اول حاجه بشروب مايت ارمر مع الهيد جير لاني هكون بلعب بالكوست بتاعي حبيب قلبي الانريل تو سونامي يا شباب. واحنا في حاله الستيلس في الاختفاء الدمج بتاعه بيوصل لحد 188. بالنسبه للاكسيري هكون بلعب بماجيك كويفر المولتن كويفر الدستروير امبلم رينجر امبلم الانخ شيلد الفيشر وينجز بالاضافه لافنجر امبلم. بالنسبه للاسهم هكون بلعب بالهولي وينجز عشان النجوم اللي هتكون بتقع عليهم من السماء. ما تنساش دوس كليك يمين على الامو بوكس وتدوس باف ويلا بيا يا شباب. تقريبا بكلاس الرينج ده ممكن اكون حتى بطلع دامج في الايفنت ده اعلى بكتير جدا من الميج اللي كنت بلعب بيه. ياب زي ما انتم شايفين دلوقتي يا شباب الميني بوس اتجلد واحد على طول راسبن. بص انا هعمل فيه ايه. بص كميه الاسهم والنجوم والدمج بتاعهم على طول احنا ما كملناش حرفيا اقل من دقيقه وصلنا لحد ويف 5 وحتى سانتا كلوز اتجلد. وهنا هو وقت الايس كوين يا شباب. تعال بس تشوف كميات الدمج اللي هتكون بتطلع منها. هي لو سيب مكان هطلع فيها كميات دمج بالنجوم حاجه ما تتخيلينها يعني. وادي الايس كوين تقريبا اتجلدت بكل بساطه وسهوله يا شباب. مع السلامه. لما تثبت في مكانها زي كده بصوا الدمج بصوا الدمج ماتت حرفيا ماتت. سبتت في مكانها تاني. اكبر غلط ممكن تعمليه اكبر غلط ممكن تعملي معايا انك تثبتي في مكانك. بصوا يا شباب بصوا ماتت حرفيا ماتت وانا ممكن اموت من الدراجون ده. او عيالة ننزل نهايل على طول المضروبات بتاعتها.
اوكي يا شباب، وادي ويف 15 خلصنا بكلاس الرينج. الصراحه الكوز ده يا شباب وانا عند رايي عملت له على فكره تقييم قبل كده على القناه، من اقوى الاقواس اللي هتكون بتلعب بيها في تراريا بالكامل. الكوز حرفيا باسهم الهولي اروز بتجلد اي حد في وشها، حرفيا بتجلد اي حد في وشها، مفيش حاجه بيقف، مفيش حد يقف، محدش بيقدر يقف في وشها. بص الدمج اللي بيطلع في سانتا كلوز، بص حرفيا الدمج اللي بيطلع في سانتا كلوز، احنا لسه بنتكلم دلوقتي وسانتا كلوز مات. نفس الفكره، بصوا بيحاول يضربني، بيحاول يضربني اهو، مات حضرتك، مات، مع السلامه يا سانتا كلوز، مع السلامه، مع انه ارخم واحد في البوسات دي كلها اساسا. على فكره بكلاز ممكن حتى نوصل لحد 20 بكل سهوله، لكن انا مش عاوز كده. واساسا شباب واحنا بنفرم على الايفنت ده وقع لي فروزن كيل، لان احنا كنا بنقتل مباد في بايوم الايس، فكانت نسبه 4% ان هو يكون بيقع فروزن كيل، فحظنا حلو يعني اثنين. ودلوقتي شباب نكون بنضيف بقى الريلكس بتاعتنا، اول حاجه الايفر سكريم اللي هي بتاعت الشجره، ثاني حاجه سانتا ان كي 1، وثالث حاجه يا شباب الايس كوين. ودي يا شباب ثلاثه ريلك اضافيه للكوليكشن بتاعتنا هنا. طب كده يا شباب اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، واهم حاجه تكونوا عرفتوا ازاي ممكن تجلدوا الايفنت الصعب ده نسبيا وحتى بكل الكلاسات. طبعا ما تنساش لو الفيديو ده عجبك ممكن تكون بتسيب لايك، ولو لسه جديد في القناه ممكن تشترك وتشير الفيديو دي مع اصحابك، بحيث نكون بننشر محتوى تري الشباب في كل العالم العربي ونخليها حتى اشهر من ماينكرافت. بشكركم تاني ويلا باي باي، اشوفكم في فيديو جاي.